واهلا بيكم في تلت ساعه. وزي ما انا وعدتكم ان احنا دايما هنعمل اكلاتنا في تلت ساعه، فالنهارده هنعمل مع بعض اكلتين برضو في تلت ساعه. بس النهارده الاكله بسيطه سهله سريعه، مش هتاخد مننا حتى التلت ساعه. هنفتح على الطاسه زي كل يوم. عايزه الطاسه تسخن. قبل ما تسخن هقول انا عملت ايه. غسلت الفراخ ونضفتها، بس بما اني هشويها فهي الصدر كده تخين، فانا هقطعها نصين. ادي طلعت رفيعه شويه، السكينه مش عارفه السكينه مالها النهارده بتعاكسني. اجيب الصدر التاني. بصوا بقى، مفيش حاجه بتترمى، بعون الله ما عندناش حاجه بتترمي، كل الاكل بيخلص. تمام، نشيل دول بقى. بغسل ايدي عشان احنا عارفين بعد الفراخ واللحمه والسمك لازم تغسلي ايديكي عشان لو في اي ميكروبات ما تتنقلش لبقيه الاكل. هحط حبه زيت وايه رايكم هحط حته زبده نديها طعم كده. حركات وهحط حبة ثوم ونقلب. انا هستعمل دي علشان ايه؟ نقلبهم بسرعة. وحط الفراخ. لو خدتوا بالكم انا ما تبلتش الفراخ تحت. انا كده وطيت النار، انا اديت للفراخ الشق اللي انا عايزه اديه لها، وبعد كده اروح موطيه النار على طول. ريحة الثوم وهمية، حكاية. مش انا حطيت الفراخ خلاص، انا دلوقتي هتبلها. بس كده نقلب بقى. هتقولوا لي هتلحق الفراخ تستوي؟ ايوه الفراخ هتلحق تستوي. شايفين الفراخ على طول لونها غير؟ يا سلام يا سلام. كده بقى لونها ذهبي حلو جدا. خلوني حاسبها واشيل بس من جنبي الزبده. عايزه الثوم وعايزه سكر بني وعايزه الجزر والمكرونه. دلوقتي هعمل ايه؟ هاخد السكر البني وهحطه على الفراخ من فوق. هتقولوا لي ايه موضوع السكر البني؟ السكر البني مش هيدي طعم مسكر قد ما هيديني لون، والطعم هيبقى يعني همسه موجود. نقوم نغير وطعم اطباقنا. احنا مش كل يوم
مش كل يوم عمالين نعمل ايه؟ كل يوم فراخ والفراخ هي هي ونفس الطعم هو هو. هغطي عليها علشان انا عايزه السكر يحصل فيه ايه؟ يسيح ويتشربوا الفراخ. هسيبها كده. ممكن اجيب الطبق عايزة اعمل ايه دلوقتي؟ عايزة اجيب المكرونة. طبعا انا كنت بس كل عاملاه سلقة مكرونة وحط عليها حبة زيت. عايزاها بس ايه؟ حط حبة في النص اللي هحط عليهم المكرونة عشان يبقى طبقنا ايه؟ كامل. وهحط معاهم شوية جزر انا سلقاهم برضو من الاول. فانتي لو عملتي شوية اي خضار، ايوة انا عايزاهم كده زي كده، ما احيانا بتشوي الخضار مع الفراخ اللي بشويها. احب برضو لازم الاطباق تبقى كاملة، ما تبقيش بتاكلي وجبة ناقصة اي حاجة من المكونات الرئيسية. كفاية كده المكرونة، شيل معلقة. بص على الفراخ، شايفين السكر ساح على الوش و هتبتدي الفراخ بتشربه. انا ممكن اعمل ايه علشان اخلي الطعم يختلط؟ انا هقوم قلب الفراخ يقوم السكر والملح كلهم يدخلوا ببعض. شايفين حتى الناحية التانية بقى لونها يجنن. كده دايما وانت بتقلبي الاكل اقلبيه للناحية البعيد عنك علشان ما يحصلش طرطشة وتوسخي الهدوم. في يوم من الايام هتقولي ما يحصلش. طبعا انا ليه بغطيها؟ انا بغطيها علشان انا عايزة البخار بتاعها يسويها كلها. خلينا بقى كده ايه؟ يعني نفنن شوية في الطبق. عايزة احطهم بقى ايه؟ واحدة كبيرة واحدة. عايزاهم ايه؟ يبقوا اصغر كل ما تقدمنا. بصوا بقى انا مش هحطها، انا هوزع عليها الورد الصغير بتاع الريحان، يدينا شكل حلو وكمان نكسر اللون. احلى حاجة في الطبق الديكور بتاعه، مش مهم الطعم، احيانا الديكور كفاية. انا هاخد الفراخ كده اتقلبت تمام كده احلى، هي دي احلى عامة يعني. ادي حتة وادي، خليني الحتة اللي اتزحلقت دي اطفي على النار.
تمام كده. بصوا بقى، المفروض اللي انا مش هعمله دلوقتي، لان انا دلوقتي عندي صوص بالفعل كتير وكفايه، المفروض الصوص لو قل قوي تزودي تاني زبده وتحمري توم تاني. علشان انا هعمل ايه؟ انا هاخد كده، انا عندي صوص بالفعل في الطبق، وهو ده اللي انا هحطه على المكرونه والفراخ الاتنين مع بعض، عشان المكرونه كمان اللي هو واخد التتبيله كلها، سكر بني وتوم وملح وفلفل. طبق بسيط سهل زي ما انتوا شايفين، احنا ما كملناش حتى التلت ساعه. عايزه هستعمل بقيه، عايزاها بالورده بتاعتها اللي فيها اللي لونها ابيض. بس امسكي نفسك تمسك نفسها بس. ايوه تمام كده. الطبق ده عملناه ازاي؟ فراخ قطعناها زي الصدر، قطعناه نصين في طاسه، دوبت او سخنت زيت وحطيت فيه حته زبده، حطيت تومه على طول، حطيت الفراخ شوحتها ما خدتش وقت، لما قلبتها حطيت سكر بني على الوش التاني وغطيت، السكر ساح قلبتها. خلونا نطلع فاصل وارجع لكم نعمل الطبق التاني.